بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الرسل الكرام جميعا. أخي الشيخ رائد، أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ في زمن يحجز البعض لهم مواقع في قائمة العبيد، وما أكثرهم تحجز أنت لك موقعا في خانة وقائمة الشرفاء. هذا ليس ما نجامل به بعضنا البعض، بقدر ما أن الثمن الذي تدفعه ليس رغبة منك في السجن ولا عشقا للقيد، لأن الإنسان الطبيعي هو الذي يحب الحرية، بل ويفدي الحرية بأشياء كثيرة. من قال أن الجسد هو الذي يقيد وهو الذي يسجن؟ تسجن الروح، تسجن المعنويات، أما هذه فإنها ستظل عالية إن شاء الله، ستظل لا تساوم إن شاء الله. قدرك أن يكون يوم دخولك إلى السجن هو اليوم والأيام التي فيها يتزاحم كثيرون من قادة العرب والمسلمين على أن يقبلوا يد بل رجل قادة المؤسسة الإسرائيلية، إن كانوا هم يعشقون ذلك. فإن شعارنا دائما أننا إذا كنا لا نقبل أن نساوم على مواقفنا، فطبعا لن نقبل أن نكون من قائمة الذين يقبلون الأيدي. أخي الشيخ رائد، ستدخل أنت إلى سجنك، إلى عرينك، مطمئنا إن شاء الله إلى أن خلفك شعبا، أقول آسف، خلفك أمة، وهذه الأمة هي من لن تساوم أبدا ولن تفرط رغم وجود حكام عملاء أمراء فاسدين. وخلفك شعب، وخلفك دعوة وأبناء مشروع هم على العهد، لا يقيلون ولا يستقيلون إن شاء الله. لم أطيل سوى أني أقول شيخ رائد، يوم الخميس القادم إن شاء الله سيكون اليوم الأول من العام الهجري الجديد 1442، وشعار الهجرة ما هو؟ شعار الهجرة قول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنت ستكون وحدك في زنزانتك وفي محبسك، لكن أنت معك الله تبارك وتعالى. لو أننا والله لا نعلم الغيب ولا نرجمه، ولسنا ممن هكذا يريدون العيش على مجرد أمل، نحن نعيش يقينا وثقة إن شاء الله أننا إلى الفرج أقرب. تهمسنا قبل كم يوم هيك
خمسات مش للبث المباشر ولا المش مباشر يا جماعة. اطمنوا، نحن على أبواب خير قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله صاحب عليه.